عايزه اروح معاك للزمالك، ولكن عايزه اسالك على حاجه. لو انت لاحظت في كاس افريقيا وتالق المنتخبات الغير متوقع ليها ان هي توصل معاك لنص النهائي ودلوقتي خلاص للنهائي بدون اي منتخب عربي، ايه اللي حصل في المنتخبات دي يا كابتن؟ لا، اول المنتخبات دي عدت لنفسها للبطوله بشكل قوي. خلي بالك في بعض المنتخبات من اللي انت بتتكلمي عليهم دول يا مها جنسوا جنسيات تانية، يعني عملوا تجنيس لجنسيات تانية وضموهم ليهم وكانوا موجودين وكانوا داعمين ليهم بشكل قوي وظهروا بشكل كويس مع المنتخبات بتاعتهم. ما بقاش في افريقيا حاجه اسمها منتخبات صغيره ومنتخبات كبيره، خلاص زي ما احنا شفنا بطوله امم افريقيه، شفنا كابفردي ظهر بشكل ازاي، مالي ظهرت بشكل قوي ازاي وطلع وعملت مباراه قويه جدا ازاي مع المنتخبات القويه او الكبيره. كوت ديفوار جم البيت، يعني كوت ديفوار كانت اللعيبه خلاص مشيت، ايوه مشوا المدرب في نص الجروب خلاص. النهارده اللعيبه دي رجعت من البيت، جات لهم الفرصه، استغلوا الفرصه وطلعوا فرق كبيره. النهارده ما بيطلع السنغال بيطلع مالي، فالنهارده طلع منتخبات كبيره جدا كانت معاهم في المباريات اللي فاتت. فعشان كده انا بتكلم النهارده مفيش حاجه منتخب صغير ومنتخب كبير. انا النهارده جهزت نفسي ولا لا؟ زي ما انا ما بقول لك، الناس دي اشتغلت على نفسها كويس. الناس دي النهارده افريقيا قاعده الاحتراف بتاعتها بقى موجوده في كل العالم. فاللعيب ثقافته اختلفت، تدريباته اختلفت، فكره اختلف بالكامل. انا بكلمك بصراحه، احنا عندنا في لعيبه بتروح شهر وترجع من الاحتراف. انت النهارده سافرت ليه اصلا؟ انما بتجيلي فرصه ان انا احترف وما امسكش فيها وارجع بسرعه عشان العب في الدوري المصري، مع احترامي الدوري المصري. طب وبعدين؟ خدت الدوري 17 بطوله عشان كده بنقول صعب يبقى عندنا زي صلاح كتير، صعب يبقى عندنا زي مصطفى محمد كتير، صعب يبقى عندنا زي مرموش تريزيجيه. الناس دي غير ان هم مهريين، عقليتهم ده غير. بس الناس دي قتلت عشان تحترف. فالنهارده هو تعب قوي. يعني النهارده ما نيجي نبص على مصطفى محمد، كان عنده اصرار غير طبيعي ان هو يحترف، واحنا شفنا الكلام ده كله. صلاح بص النهارده من صغره وهو بيحكي على مشواره، هو النهارده تعب قد ايه عشان يحترف ومسك في الفرصه بايديه واسنانه. كل اللي احنا بنتكلم عليه دول ناس عندهم الطموح. مش انا طموحي ان انا في الاخر ان انا ابقى هنا والناس عارفاني وتتصور معايا واركب عربيه ومش عارف ايه، هو ده اخر طموحي. انت فهمت ازاي؟ لا، إن بس الكلام ده بيكتسب من امتى؟ بيكتسب من وانت صغير. ايوه تعالي بص النهارده كل الناس دي بتحترف وعنده 17 سنه بالزبط. يبتدي النهارده بيطلع بقى يعيش العيشه هناك، بيتعلم اللغه بتاعتهم، بيتعلم الالتزام، بيتعلم ان هو اكنه كموظف بالظبط. مش ان انا رايح ان انا فكري بس ان انا احترف وارجع وهو الكلام ده، لا، ده ما اسموش احتراف ولا اسمه فكر احترافي. عشان كده بشوف ان الانديه لازم تسيب لعبتها من هم سنهم صغير يطلعوا يحترفوا. ولو الانديه مش هتسيب لعبتها، لازم ناخد تجربه الدول النهارده اللي ناجحه زي السنغال والمغرب والجزائر، النهارده اللي عملوا اكاديميات تابعه للدوله وان هي اشتركت في الدوريات زيها زي الانديه بالظبط، وان اللعيبه بتاعتهم، لان انا خلاص انا النهارده عامل المشروع دوت عشان اكبر دايره الاحتراف بتاعتي. عزيز. لازم يبقى عندنا، ايه المشكله ان احنا ناخد التجربه دي ونعملها؟ انت فاهمه ازاي؟ فالطبيعي النهارده ان انا اعمل التجربه دي، يبقى عندي اكاديميه صح، يبقى عندي لعيبه صح، عندي ناس ماسكاها بشكل كويس جدا، بتديرها بشكل كويس جدا، تبتدي تشترك في البطولات زيها زي كل الفرق اللي موجوده، عشان الاحتكاك واللعيبه دي تبقى عندها الاحتكاك والتنظيم والكلام والثقافه دي كلها. وابتدي ان انا النهارده يبقى عندي مسوقين للموضوع، يبقى انا عندي ربط مع انديه بره موجوده، يقدروا ان هم يشوفوا اللعيبه دي، يقدروا يبقى في تسويق للكلام ده كله. فده خلي بالك وجود صلاح والنني وتريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد هيشجع النهارده ان يبقى الدوله دي فيها لعيبه مختلفه بالظبط، الدوله دي فيها لعيبه كويسه. يبقى انا اقدر ان انا اسوق الكلام ده عن طريق اللعيبه بتاعتي اللي موجوده بره بالظبط. زي ما حضرتك قلت ان فكره كمان ان انا عقليته كمان هتفرق معايا. مهم العقليه ان انا فعلا ما يبقاش اللاعب مثلا راح يحترف ويبقى حتى ما فيش عنده سعي كبير او روح كبيره ان هو يقعد ويكمل ويتعلم اكتر زي صلاح وتريزيجيه والناس اللي احنا دلوقتي غصب عننا لازم يلعبوا اساسي مع المنتخب، لان الناس دي بيبقوا مكسرين الدنيا بره طبعا. فلازم موجودين، هم حاجزين مكانتهم في المنتخب ده. في ناس بتحترف عشان تلعب اساسي مع المنتخبات بتاعتهم. طبعا، ما هو النهارده الاحتراف ده مش سهل. الاحتراف ده التزام، الاحتراف ده ثقافه، الاحتراف ده ان انا بقاتل عشان المكان اللي انا ببقى موجود فيه، كل الكلام ده اللي انا بتكلم فيه. الاحتراف النهارده بقى مهنه. ما بقاش ان انا بلعب كوره بس، لا، ده مهنتي لعيب كوره. فطبعا بيختلف تماما. دي حقيقه. في النهايه كل التوفيق طبعا لمنتخبنا. بس عايز اسالك سؤال، صحيح المنتخبات دي هي دي طفره كده وخلاص البطوله دي؟ يعني البطوله الجايه مثلا ممكن ما نلاقوهمش بنفس المستوى
وخلاص هي مره وعدت يعني، ولا لا الناس دي مشروع قائم معانا بقى للمتخططه عاملين خطه بعد كده للسنين اللي جايه؟ وارد وارد. النهارده معلش في منتخبات كبيره زي غانا موجوده فين؟ في بقى في منتخبات كوت ديفوار كان هيخرج، ففي منتخبات كبيره. السنغال النهارده احسن منتخب خرج من دور 16 حامل اللقب. المغرب مع احترامي بالجيل ده رابع عالم، رابع عالم النهارده المغرب في تاريخه كله في بطوله امم افريقيه عنده بطوله واحده. طب انت لو ما حققتش النهارده مع الجيل دوت والطفره اللي موجوده عندك في الكره المغربيه هتحقق امتى؟ الكاميرون زي ما انت ما بتقولي. فوارد ان انت ممكن تيجي البطوله الجايه تلاقي منتخبات من اللي هي شغاله بشكل كويس ما تلاقيهاش موجوده في البطوله اللي جايه. وارد يعني.